تنقل إلينا صورة من هذه الجولة التفقدية. بينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عاطف مجاهد، مدير المصايد بهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. الحقيقة جهد ملحوظ ونجاح بارز يعني في هذا القطاع، قطاع الثروة السمكية تحديدا، ليس فقط في المشروعات التي تم استعراضها اليوم، ولكن أيضا في مشروعات سابقة تم استعراضها في سنوات ماضية، منها على سبيل المثال بركة غليون للأسماك. خليني أتكلم مع حضرتك على الإنجاز في هذا القطاع وما تابعناه اليوم يا فندم، اتفضل. الحقيقة فندم، ما تم خلال 6 سنوات الأخيرة في مجال الثروة السمكية هو لم يشهده القطاع خلال 30 سنة. على مدار 30 سنة لم نجد كم هذه المشروعات وكمية الإنتاج اللي بيستفاد منها. أعتقد إن معالي الرئيس لغى فكرة المشروعات ذات الهدف الواحد. المشروعات حاليا هي مشروعات عملاقة لها أهداف كبيرة جدا، أهداف مباشرة وغير مباشرة. لو حضرتك اتكلمنا مثلا عن المشروع النهاردة، مشروع الثروة السمكية، مشروع الفيروز، احنا بنظلمه لو قلنا كده مشروع الفيروز لاستزراع السمك. بالعكس، هو مشروع متكامل. حضرتك استزراع سمكي في جزء كبير جدا من المصايد الطبيعية، حوالي 10,000 فدان أصبحت بحيرة جديدة تضاف إلى البحيرات المصرية، في أمر يعني مسبوق وأول مرة يحصل. هيبقى موجود الاصطياد الحر في مجتمع صناعي متكامل حول هذه المشروعات، بيخدم منطقة قناة السويس بما فيها منطقة شمال سيناء، وحضرتك عارفة إن الرعاية اللي بتوليها الدولة لهذه المناطق، الكم العمالة اللي هتشتغل في المشروع سواء عمالة فنية أو مهندسين أو عمال. الفكرة كمان بقى في إن زي معالي وزير الزراعة ما قال إن إحنا رقم واحد على مستوى أفريقيا في المزارع السمكية، لكن ميزة هذا المشروع إحنا رقم واحد في الاستزراع السمكي في المياه العذبة، ورقم 6 على مستوى العالم، ورقم 3 في إنتاج البلطي، كله إنتاج مزارع مياه عذبة. لكن المشروع النهارده بيتكلم عن الاستزراع البحري، ودي حاجة طفرة ستشهدها الدولة المصرية. طيب خلينا نعرف من حضرتك مهندس عاطف يعني الفرق بين الجانبين، سواء كنا بنتحدث عن الاستزراع في المياه العذبة أو البحري. الاستزراع في المياه العذبة الجزء الأساسي منه أو الصنف الأساسي اللي بيتم استزراعه في المياه العذبة هي سمكة البلطي، وإحنا متميزين جدا وبنحتل فعلا زي ما معالي وزير قال إحنا مركز متقدم. لكن دلوقتي سواء في بركة غليون أو في مشروع الديبة في غرب بورسعيد أو في مشروع الفيروز للثروة السمكية، إحنا بنتكلم دلوقتي عن الاستزراع البحري. سيادة اللواء حمدي بدينا نتكلم عن الكميات الجمبري اللي هيتم إنتاجها، عمليات التصنيع وكمان حتى توفير ذريعة الجمبري للمشروعات دي أصبحت بدل استيرادها بيتم توفيرها دلوقتي من خلال إنتاجها في بركة غليون. فده تطور كبير جدا للثروة السمكية في مصر لم نشهده. قد إيه ده يا فندم بيخدم فكرة الاكتفاء الذاتي تحديدا من الثروة السمكية؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا لو حضرتك كنت لاحظت الأسعار، إحنا وصلنا مثلا قبل 3 سنين سعر كيلو البلط كان بيوصل 40 جنيه، دلوقتي أعتقد إنه 25 جنيه. المشروعات القومية الكبيرة واللي تمت في مصر خلال ال4-5 سنين الأخيرة ساهمت مساهمة كبيرة جدا في أولا تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ثانيا وجود معروض كبير جدا أدى إلى انخفاض الأسعار، ثالثا وده الأهم إن في قيمة مضافة أصبحت تضاف إلى المنتج. يعني المنتج دلوقتي بيتعمل عليه مجموعة من العوائل سواء تصنيع أو تغليف أو تعليم، كل ده. فعشان كده بقول لحضرتك انها بتبقى مشروعات متكامله، ليس فقط للانتاج للانتاج، ولكن بيتم عمليات اخرى على التصنيع والتعليم والتغليف، وده كله بيدي قيمه مضافه للمنتج. تطور كبير جدا بنشكر عليه معالي الرئيس، لان هو يعني الحقيقه تبنى هذا القطاع، وعندما نجد اراده او يكون هناك اراده سياسيه فكل الوزارات بتعمل في تناغم لان احنا نوصل اللي احنا وصلنا طيب له حاليا. خليني يمكن اروح مع حضرتك لنطاق اوسع فيما يتعلق بالاستزراع السمكي تحديدا. في عرض المشروعات الخاصه بالاستزراع السمكي الحقيقه كمان انه تم القول على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه المشروع لا يتعلق فقط باستزراع سمكي، ولكن احنا بنتكلم عن بنى تحتيه اساسيه للمشروع بشكل كبير، ان كنا بنتكلم عن مناطق سكنيه، عن تعليم، عن قطاع صحي، يعني
يعني كل أوجه ربما تحقيق حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع هي متواجدة بالفعل. يعني يمكن حتى في كلمة إيهاب الفار اللواء أركان حرب إيهاب الفار كان الحديث على أن المناطق السكنية اللي موجودة للعاملين أيضا بجانب أماكن الاستزراع السمكي للتسهيل على العاملين. عايز أتكلم مع حضرتك عن هذه الفكرة أو النقطة يا فندم. ما هو ده يا فندم اللي انا قلته لحضرتك في الاول، ان انتهت فكره المشروعات ذات الهدف الواحد او الغرض الواحد، وقلت لحضرتك ان احنا بنظلمه لما نقول مشروع الفيروز للزراعة السمكي. انا اقول لحضرتك ان ده مشروع متكامل، ليه بنيه تحتيه وليه مجتمع صناعي، وحتى زي ما حضرتك بتقولي كده ان احنا سواء العماله هيتوفر لها سكن، فانت بتخلقي مجتمع متكامل ليطور المنطقه بالكامل. ده انجاز ونظره. يعني انا عايز اقول لحضرتك بقى ان لو في حد في اي دوله من الدول عاوز يتعلم يعني ايه استفاده من الموارد المتاحه لدينا، ما الاراضي موجوده من سنوات، ولكن ازاي نقدر ندير هذا المكان، ازاي نستفيد اقصى استفاده منه، ازاي نحول المشروع البسيط الى مشروع متكامل بيخدم فئات كبيره جدا، وبيبقى ليس هدف الزراعة السمكي وإن مجتمع صناعي، مجتمع مصانع كتير جدا، مشروعات مختلفة، بنية تحتية، طرق، مجتمع متكامل. صحيح. يعني هينقل المنطقة نقلة نوعية كتيرة جدا. تم يمكن الإشارة أكثر من مرة فكرة الأيادي العاملة المصرية والشركات المصرية اللي بتعمل في هذه المشروعات، وأنه كان في تأكيد مستمر ورغبة شديدة بأن تكون هذه المشروعات بأيادي مصرية وبشركات مصرية يا فندم. المشروع مشروع ضخم جدا، وزي فعلا ما معالي الرئيس قال والأستاذ قبل فار، كل الشركات المتواجدة هي شركات مصرية. احنا عندنا كفاءات كبيرة جدا، عندنا شركات كتير جدا متخصصة، حضرتك بتفتحي مجالات كتير جدا لكل الشركات الموجودة. سيادة الرئيس بنفسه وجه ان احنا محتاجين عمالة، فكرة ان حضرتك تفتحي مجال عمل جديد لفئة يعني يمكن هيقلل نسبة البطالة بصورة كبيرة جدا، ده يعني استفادة. مش عايز اقول لحضرتك يعني كم الشركات اللي بتعمل في هذه المشروعات، كم العمالة اللي بتستعمل في هذه المشروعات، التأكيد على استخدام التكنولوجيا وطنية وتقليل جدا فكرة الاستيراد سواء معدات أو تكنولوجيا من الخارج. ده تم في بركة غليون، وده استكمال النهاردة مشروع الفيروز لكل المشروعات اللي بتتم بأيدي مصرية وبكفاءة عالية جدا وفي وقت قياسي. نعم. يمكن أيضا تم الإشارة من خلال كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأيضا سيادة اللواء أركان حرب إيهاب الفار إلى ما يتعلق أن هذه المشروعات تمت الحقيقة في عام صعب بجائحة كجائحة كورونا عدت على العالم أو موجودة في العالم أجمع. قد ايه يا فندم ده بيبرهن على نجاح الدولة المصرية ليس فقط في هذه المشاريع ولكن التحدي، قدرت انها يمكن تواجه هذا التحدي بالشكل اللي احنا شايفينه النهارده في هذه الافتتاحات؟ دي نقطة مهمة جدا يعرفها الخبراء اللي بيعملوا في مجال الثروة السمكية. في خلال 2020 رغم هذه الجائحة اللي أصابت العالم بالكامل واللي في قطاعات كتيرة جدا في العالم توقفت، إلا أن قطاع المصايد المصرية والاستزراع السمكي لم يتوقف عن الإنتاج، لم نشعر في أي لحظة من اللحظات بنقص أي منتج سمكي موجود. صحيح. لم نشعر بارتفاع في الأسعار نتيجة قلة الإنتاج. المسألة المشروعات الثروة السمكية تم إدارتها خلال 2020 باحترافية كبيرة جدا من كافة المسؤولين، اللي خلى المواطن المصري في أي وقت ينزل الأسواق يلاقي المنتج السمكي موجود سواء من الاستزراع السمكي أو من المصايد البحرية. لم يتأثر القطاع نتيجة إدارته إدارة حكيمة من الدولة المصرية، لأن ده أمر بيمثل الأمن الغذائي المصري وصعب جدا يحصل فيه نقص. نعم. وحتى طبعا الأسعار لم ترتفع ولن يتغير أي شيء، والأمر مر بسلاسة كاملة. أنا بشكرك يا فندم على هذا الحديث. كنت ضيفي عبر الهاتف المهندس عاطف مجاهد مدير المصايد بهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة.